انطلاقة أسبوع نشطة بحرياً مع زيارة هوكستين لبيروت. واشنطن تأمل التوصل إلى قرار بشأن الترسيم. إسرائيل تتأهب تحسباً لأي طارئ. مأساة طارق وشادي تهز لبنان. أهلاً بكم. انطلاقة أسبوع نشطة بحرياً مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكستين الأسبوع الطالع لبحث آخر مستجدات عملية الترسيم بين لبنان وإسرائيل. سبق الزيارة موقف للخارجية الأمريكية أملت فيه التوصل إلى قرار في هذا الملف. وإلى زيارة هوكستين يترقب الداخل اللبناني أيضاً موعد الاستشارات النيابية التي سيحددها رئيس الجمهورية لانطلاق العمل بالملف الحكومي. وقبل كل التفاصيل، تبقى مأساة مقتل اللبنانيين شادي كريدي وطارق طياح على متن المروحية التي سقطت في إيطاليا في صدارة العناوين. إذن الأنظار مشدودة إلى محادثات الوسيط الأمريكي في بيروت التي يزورها غدا وبعد غد. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية. وأضافت أن الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة. رئيس الجمهورية ميشيل عون بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف اللبناني من الترسيم، وجرى عرض الخرائط والملفات التي حملها ميقاتي إلى بعبدة، ووصف الاجتماع بأنه كان تقنيا بامتياز. وفي السياق المتصل، ذكر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم رفع حالة التأهب في الشمال بسبب النزاع البحري مع لبنان حول حقل كاريش واحتمال حصول رد سوري على القصف الإسرائيلي لمطار دمشق. في باريس، وفي خلال لقاء بين وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكان، كان تأكيد حول دعم فرنسا المستمر للبنان على كل صعد. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. البطريرك الراعي والحياد. رأى النائب سليم الصايغ في تصريح للشرق الأوسط أن حزب الكتائب اتخذ قرارا سياسيا واضحا، وهو البناء على نتائج الانتخابات والسعي لجمع أكبر عدد من القوى الحية في مجلس النواب للحفاظ على هوية لبنان. ولفت إلى أهمية التعاون في المرحلة المقبلة، وأن تكون النظرة واحدة في التعاطي مع مسألة تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية. ورأى أن الأغلبية في المجلس النيابي باتت متحركة، ما يجعل البرلمان الحالي متوازنا ويمنع أحادية واستقواء حزب الله ومحاولات وضع يده على البلد. وقال: لن نقبل بأخذ البلد مجددا إلى اللعبة التقليدية، بل يجب تغليب مصلحة الشعب والوطن على كل المصالح الفئوية والحزبية.
رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط دعا إلى وقف تضييع الوقت على اللبنانيين والمبادرة فورا إلى تحديد المواعيد للاستشارات النيابية الملزمة، وتساءل عن الغاية من وراء بدعة ربط التكليف بالتأليف المخالفة للدستور، فيما الحاجة ملحة إلى تنفيذ التشريعات والبرامج الإصلاحية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. في المواقف أيضا جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي التأكيد على أهمية حياد لبنان، وذلك في خلال قداس ترأسه في اختتام الرياضة الروحية للمطارنة في بكركي، وقال إن لبنان نشأ ليكون مثال الوطن السيد الحر الحيادي تجاه محيطه والعالم. مأساة جديدة تهز لبنان مسرحها إيطاليا. بحزن كبير وأسى بالغ نعت مجموعة إنديفكو الصناعية للبنانيين والقطاع الصناعي عالمين من أسرتها العاملة ومن مدرائها التنفيذيين طارق طياح وشادي كريدي، فقدتهما عائلتهم الصغيرة والكبيرة في حادث مأساوي تعرضا له وهما في رحلة عمل في إيطاليا. طارق من مواليد 1962 من بلدة غزير في كسروان الفتوح، أب لثلاثة أولاد، وكان فقد زوجته في الرابع من آب في انفجار مرفأ بيروت. أما شادي فمن مواليد العام 1975 ابن بلدة العقورة جبيل، متأهل وله أربعة أطفال، وقد سبق أن فقد شقيقه منذ سنة ونيف. الفقدان كانا انقطع الاتصال بهما الخميس بعيد إقلاع طائرة مروحية بهما مع أربعة أتراك إضافة إلى الطيار في رحلة عمل من مطار تينيغانو في إيطاليا. بعدها بدأت أعمال البحث بعد تسجيل غياب المروحية من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق منطقة غابات كثيفة جبلية ووعرة في شمال وسط إيطاليا، ليتم العثور أمس السبت على المروحية المفقودة في منطقة مونتي كوسنا وعلى جثث السبعة أشخاص الذين كانوا على متنها. إنها التراجيديا اللبنانية التي تلاحق العاملين من أجل وطن منتج ومبدع، فتتيح بالرواد ليبقى الحلم. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان. الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون واسع عبر حسابه على فيسبوك الشابة تمارا ابنة الضحية طارق الطياح، وقال في الأول من أيلول 2020 كنت في بيروت، استمعت إلى الكثير من الشهادات لكن واحدة أثرت بي بشكل كبير، إنها شهادة تمارا التي سلبها الانفجار أغلى ما لديها وهي أمها. السبب الذي يدفعني للبقاء مندفعا من أجل لبنان هو تمارا والأمل الذي تختزنه أمل الشباب اللبناني. أضاف ماكرون في حادث بإيطاليا خسرت تمارا والدها، أقول لها أنني أشاركها ألمها وأفكاري معها في هذه المحنة الرهيبة أكثر من أي وقت مضى قلبي معها. حياتيا، انعكاس الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات على كلفة النقل. إلى مستويات غير مسبوقة وصل الارتفاع الناري الحارق لأسعار المشتقات النفطية التي تلهب الناس الذين يقعون فريسة جدول تسعير صاروخي يوازي الحد الأدنى للأجور مقابل تعبئة تنك بنزين، وأصبحت الأكثرية عاجزة عن تحمل كلفة الانتقال. الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فند الأمر عبر صوت لبنان. فاليوم وصول سعر صفيحة البنزين إلى 666 ألف ليرة، أي ما يوازي الحد الأدنى للأجور الرسمي المحدد ب 675 ألف ليرة. هذا الأمر أدى وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة النقل، فكلفة الكيلومتر الواحد اللي بيقطعه المواطن بسيارته الخاصة إذا كانت بتستهلك تانكي كل 170 كيلومتر مضاف إليها الزيت والكوليه والدوليب والبطارية وغيرها صارت 5050 ليرة، فكل مواطن اليوم بده يقطع كيلومتر بسيارته بده يعتبر انه عم يصرف 5000 ليرة، وهذا الامر رح يؤدي انه في كتير موظفين بالدولة او بالقطاع الخاص ما يعودوا يجوا على اشغالهم، لانه اليوم اذا المواطن بده يقطع 50 كيلومتر روحة و 50 كيلومتر رجع يعني 100 كيلومتر يوميا، يعني رح يتحمل كلفة تناهز 500000 ليرة، في حين انه بدل الانتقال اليومي هو 65000 ليرة، أما راتبه الشهري فهو يمكن يكون 3 أو 4 مليون بأفضل الحالات.
وعن الارتدادات المتوقعة نتيجة الارتفاع العالمي للأسعار وتراجع سعر الصرف. رح نشوف بالأسابيع القادمة تراجع بحركة السير، تراجع باستهلاك البنزين. بلشنا نسمع من أصحاب المحطات أنه الاستهلاك تراجع بنسبة 30 إلى 40%، وهذا سيؤدي إلى إقفال العديد من المحطات بالأشهر القادمة. اليوم أسعار البنزين عالميا ارتفعت، ومع الأسف كل المؤشرات الحالية بتقول في حال استمرار الحرب والتوتر ممكن ترتفع إلى أكثر وأكثر، وبالتالي بيرتفع سعر البنزين عندنا. وإذا لا سمح الله أيضا تراجع سعر صرف الليرة رح يرتفع أكثر وأكثر، وبالتالي مش من المستبعد أنه نشوف صفيحة البنزين ب 700 أو 800 ألف ليرة بالأشهر القادمة مع الأسف الشديد. الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات يفاقم الهموم المعيشية للمواطن القابع في جهنم دون خطط نقل ولا سياسات حماية اجتماعية. مجدولين عيد، صوت لبنان. والآن أخبار محلية أخرى في هذا الشريط. سأل حراك المتعاقدين كيف نشارك في الامتحانات الرسمية ونحن لم نقبض بعد كلفة البنزين الذي دفعناه للتنقل من محافظة إلى أخرى للمشاركة بالانتخابات النيابية. استغرب كيف دفعت وزارة الداخلية أجر القوى الأمنية المشاركة في الانتخابات ودفعت لمديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس 140 مليون ليرة، ودفعت للعمداء والقضاة ولا تدفع للأساتذة والموظفين. لفت السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف بمناسبة العيد الوطني لروسيا إلى أن جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان هو بسبب عوامل وتأثيرات خارجية، وأكد التصميم على مواصلة تقديم الدعم الممكن للبنانيين. سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة بكورونا مع 223 إصابة جديدة في الساعات 24 المنصرمة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. إسرائيل تحذر من وتيرة تخصيب اليورانيوم. أهلا بكم من جديد. أعلنت إسرائيل أن إيران تقترب من حيازة القنبلة النووية ما لم يتخذ العالم موقفا حازما، وقال رئيس وزرائها أن طهران تخصب اليورانيوم بوتيرة غير مسبوقة. تزامناً لفتت إيران إلى أن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان أخبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن تحرك الغربي في مجلس محافظي الوكالة الدولية هو سلوك متسرع، في حين وصف غوتيريش الدبلوماسية بأنها أفضل طريقة لحل الخلافات بين طهران وبعض أطراف مجلس الأمن، مشدداً في اتصال مع عبد اللهيان على أهمية مواصلة محادثات فيينا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن زيارته المحتملة للسعودية، وعما إذا كان سيستغل جولته الشرق أوسطية لتحسين العلاقات بين البلدين، وقال بايدن سنرى. ومن أخبارنا العامة أيضا، رأى وزير الدفاع لويد أوستن وجوب الدفاع عن المعايير الدولية ومعارضة التغييرات الأحادية أحدية الجانب، وقال ندرك التحديات التي تواجهها المنطقة ولا سيما التجارب النووية من كوريا الشمالية، وأضاف نعمل على تعزيز الشراكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. شد حبال متواصل بين روسيا والمجتمع الدولي، فماذا في جديد الأزمة؟ أكثر من 100 يوم ولغة العسكر تتكلم وهي السائدة من دون منازع داخل الأراضي الأوكرانية، مع مواصلة الآلة العسكرية الروسية لتحركها الناري. ومن كييف التي تزورها لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا كانت تأمل الاستيلاء على كل دونباس. أضاف بعد 108 أيام على الحرب لا يزال الإقليم صامدا، في حين اعتبر مستشاره أن
قادة الغرب يختبئون خلف المسؤولية الجماعية وأن التأخير بتسليم الأسلحة يكلف خسائر بشرية هائلة. وسط هذه الأجواء أكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس غير مستعدة لتقديم تنازلات لموسكو وتريد أن تنتصر أوكرانيا في الحرب ضد القوات الروسية وأن تستعيد وحدتها الإقليمية. إلى ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستحسم قرارها بشأن طلب انضمام أوكرانيا الأسبوع المقبل، ورأت أن على أوكرانيا إنجاز مزيد من الإصلاحات بينها مكافحة الفساد، وأكدت رئيسة المفوضية السعي لإعادة إعمار أوكرانيا. الصين على لسان وزير دفاعها أبدت الاستعداد لدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن العلاقات مع الولايات المتحدة على مفترق طرق حرج. وبسبب الحرب على أوكرانيا أعلنت واشنطن مقاطعتها لمنتدى بيترسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا. وإلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية بتتويج فريق النجمي بلقب كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2021-2022 على فريق الأنصار بالنهائي بنتيجة 2-1. ومننتقل لكأس آسيا تحت 23 سنة، تأهل منتخب أوزباكستان إلى الدور قبل نهائي عقب فوزه على العراق بركلات الترجيح بنتيجة 3-2. إلى ذلك أعلنت مصادر صحف فرنسية أنه نادي باريس سان جيرمان بيطلع للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني. وببطولة غرب آسيا للصاليت فاز منتخب السعودية على منتخب عمان بنتيجة 4-3 بالدور نصف نهائي، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفية المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم حقق منتخب أوزباكستان الفوز على جزر المالديف بنتيجة 4-0. وبمباريات أخرى فاز منتخب كيرغستان على ميانمار 2-0، وفازت الهند على أفغانستان 2-1، فيما خسرت ماليزيا أمام البحرين بنتيجة 2-1. وننتقل أخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس لغائم، الحرارة بتسجل انخفاض بسيط وبتتراوح بين 22 و 27 درجة، رياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 15 ل 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 72%. بكرة الحرارة بتتراوح بين 22 أدناها و 25 أقصاها مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة. الثلاثة بيستمر أيضا على هيدا النحو والحرارة بين 21 و 25 درجة. أما الأربعة فالطقس مشمس إلى غائم جزئيا والحرارة بين 21 و 26 درجة. نصل للخميس والجو رح يكون صافي مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتسجل 27 أقصاها و 23 أدناها. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.